كده. لا لسه انت على الخط. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم معنا. محدثكم أسامة أبو زينة. ونهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والشمس بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بثلاث أشواط مقابل لا شيء، والشمس على الزمالك وإقصائه خارج البطولة بنتيجة 3-2. أول اللقاء بكورة بترفعها اللاعبة المتألقة دعاء محمد معدة فريق النادي الأهلي لآية خالد، كورة وان ليج كده من خلف المعدة بتشوطها بقوة في الخط واحد الأهلي لا شيء الشمس، إرسال قوي لآية خالد واستقبال بيجي كده، الكرة بتتحط وبلوك وبترجع تاني وبتترفع للاعيبة نادي الشمس. المفروض لاعيبة نادي الشمس الكرة بتنزل من أمل، ولكن الديفنس بيجي في إيد حائط الصد وخارج الملعب. أمل صلاح الدين لاعيبة مركز اتنين وفي نادي الشمس، والكرة اللي اتشاطت من مركز أربعة اللاعبة تؤى مدحت، تعتبر من أحسن لاعبات وأقوى لاعبات نادي الشمس، هي لاعبة تحت 19 سنة لسه صغيرة السن، والنادي الأهلي قدامنا تؤى وإرسال واستقبال من دعاء الغباشي، وكرة قوية تاتيانا بتشوطها وفي حائط الصد، واضح جدا إن تؤى هي اللي بتطلع لتيتيانا حائط صد، علشان طبعا احنا عارفين ان تيتيانا هي بتشوط من ارتفاع عالي فبتبقى محتاجة حائط صد طويل، وده بداية تعليمات الكابتن ايهاب علي. وكرة قوية وتيتيانا بتشوط كرة اقوى وتفنز ورفع من اللاعبة زينب، وكرة بتشوطها برضو ما زالت من مركز اربعة في ايد حائط الصد خارج الملعب في ايد ميار خليفة. 3 الشمس 1 الاهلي. والكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني للنادي الاهلي، وارسال وكورة ما بين المستقبلين ندى وليد ودعاء الغباشي، ولسه الملعب في بدايته. 4 الشمس 1 الأهلي. كله بيتحسس، وإرسال قوي من اللاعبة صانعة الألعاب سارة، واستقبال ودعاء، وتاتيانا بتشوط كورة بقوة وبترجع تاني بتفنز، وزينب بترفع وتحط كورة، ولكن تقى مدحت عايزة تسقط كورة من فوق حائط الصد دعاء محمد، ولكن دعاء عملتها بشكل اكتر من رائع اهو من فوق، فراحت حائط صد طويل طبعا وقوي ومركز. 2 الاهلي 4 الشمس. دعاء محمد على الارسال، وارسال قوي واستقبال من بسنت، وكره بتترفع لامل وبتتشط بقوه من مركز 2
في مركز واحد من جنب ايد حائط الصد ميار خليفة، 5-2 الأهلي. بداية اللقاء قدامنا أمل صلاح على الإرسال، وتعليمات من هنا وتعليمات من هناك. كابتن إيهاب علي المدير الفني بيلعب، وإرسال واستقبال وكرة قوية سريعة بتتشاط بقوة من ميار وبترجع تاني، وقلب الملعب بيطلع وكرة قوية بتشوطها المتألقة سارة أمين من مركز أربعة بتحطها من جنب ايد حائط الصد. شايفين دعاء ابتدت تشكل وتنوع في مهارة الإعداد، مهم جدا. تتيان على الإرسال، 5-3 الأهلي، واستقبال وكرة قوية وتقى بتشوت، ولكن الديفنس أقوى، ودعاء الغباشي المتألقة من جنب ايد زينب محمد معدة الفريق بتحط كورة ما بين 1 و6 كده بشكل أكتر من رائع. أهو ما تقدرش تعمل لها حاجة اللاعبة، وإرسال في الشبكة من تاتيانا. على الإرسال اللاعبة تقى مدحت، لعبة مركز 4-6 الأهلي، وإرسال قوي خارج الملعب خارج الملعب. طبعا شفنا استغلال بعض لاعبات نادي الشمس في المباراة الماضية أمام وادي دجلة، سواء تقى أو أمل، هما مفاتيح اللعب. وميار خليفة وإرسال قوي، وبسنت بتستقبل، وزينب بترفع، وكرة بتتحط كده سهلة وبترجع اوت اوف سيستم، ودعاء بتشوت كرة قوية وتفنس ولا أجمل، وبترجع تاني وبتتحط بقوة من اللاعبة نور إيهاب من مركز 4، بتحطها بشكل جيد من جنب ايد حائط الصد، بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. 7-5 الأهلي. روان خالد وإرسال لوجين ياسر عفوا، وكرة قوية وبترجع تاني بتفنس وبتترفع وبتحط كرة جميلة نور إيهاب من مركز 4 في مركز 1 من جنب ايد حائط الصد. أعتقد إن اللعب هيبقى على الأطراف أكتر من الزوايا بالنسبة لنادي الشمس، وأنا برضو أعتقد إن سيستم الديفنس هيتغير بالنسبة للكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني، هيغيره. ندى وليد وكرة من 6 وبتتحط وبترجع، وكرة سهلة كده وبترجع تاني، وكرة قوية من آية خالد وتفنس ولا أجمل، وبترجع صاحبة الحلول تقى مدحت، ولكن ديفنس كرة سهلة وكرة قوية وتفنس ولا أجمل، وتتيانا صاحبة الحلول وتفنس من تقى، وتاني كرة قوية بتشوطها نور إيهاب من مركز 2، ولكن حوائط الصد مختلفة. دعاء وآية قافلين الشبكة بشكل جيد، وتحديدا آية خالد عاملة مستوى أكتر من رائع، وثبات في أداء مهارة حائط الصد بشكل ممتاز. إرسال ضائع من سارة أمين، وعدم الرضا في ضياع الإرسال واضح على المدير الفني زينب محمد على الإرسال. إرسال واستقبال من ندى، وكرة قوية ودعاء بتشوت كرة ولا أقوى، ولكن خارج الملعب. تسعة سبعة سبعة الأهلي، 9 الشمس، وأول تايم أوت بيجري المدير الفني
للنادي الأهلي الكابتن إبراهيم فخر الدين، في وجود طبعا الجهاز المعاون كابتن محمود الوزير كابتن محمد حسن، وكله توجيهات وتعليمات مهمة جدا بيتكلم طبعا في مهارة الضرب الساحق من منتصف الشبكة، بيحاول يعني يضرب كرة بدل ما هي سريعة بتبقى ماشية شوية علشان حوائط الصد وسناتر البلوكات اللي موجودة في نادي الشمس ما تلحقش التايمنج بتاعه. إرسال من زينب وإرسال وضائع في الشبكة. وما زالت النتيجة 7 الأهلي 10 الشمس. دعاء الغباشي على الإرسال وإرسال وكورة بترجع، وأمل بتحط كورة قوية وتفلس ولا أجمل، وتاني تاتيانا بتحط بقى قوتها كلها في كورة من فوق حوائط الصد في مركز واحد ما تلحقش تعمل لها حاجة. تقى مدحت في دفنس قوي جدا اهي قدامنا، دعاء بتديها كرة عالية قوية طلع ركبة الكرة بقوة وتمانية عشرة، وتاني ارسال قصير وكرة تانية بتتحط بايديها بكونتر اتاك تاتيانا يعني هي اللي بتقرب الفوارق دايما. 9 الأهلي 10 الشمس. إرسال قصير بتلعبه بشكل جميل دعاء، ولكن المرة دي جه في الشبكة، وعلى الإرسال نور إيهاب. 11 الشمس 9 الأهلي. لاعبة منتقلة من صفوف النادي الأهلي من ناشئين النادي الأهلي أهي، وإرسال خارج الملعب. 10 الأهلي 11 الشمس. وعلى الإرسال آية خالد، إرسالها مميز، ظهرت بمستوى أكتر من رائع هذا العام، إرسال قوي واستقبال من تقى وكورة، وتقى بتشوط كورة قوية في الزاوية الحادة من 4 في 4 في إيد تتيانا وخارج الملعب. شايفين فتحة بشكل جيد وراكبة الكورة وواقفة، ستايل بصراحة أكتر من رائع في زاوية ضيقة جدا. 12 10. إرسال واستقبال ندى وليد، وكورة بتتحط بليس بتيجي في إيد زينب وخارج الملعب، بتعدل بيها النتيجة. وهي قدامنا تاني متوقعاها ولكن كانت سريعة، دعاء على الإرسال واستقبال من نور وكرة تانية من أمل، وتاني نفس المشكلة حوائط الصد مفتوحة شوية وبترجع الكرة سهلة، وبتديها تاني كرة وحائط الصد المرة دي من اللاعبة المتألقة سارة أمين واقفة صح وطالعة في تايم صح، واخدة كرة صح بالرغم ان هي كانت عايزه تلفها المره دي في الخط بعيدا عن الزاويه، ولكن حاط الصد مميز. 12 12. ما زال الدعاء محمد على الارسال، وارسال قوي واستقبال وكره جايه وسهله وبتتحط المره دي، دعاء راحت ناحيه واحد شويه وكره تانيه ساره امين بتحطها في مركز 6 صريح بعيد عن ايد نور ايهاب. 9 في تنوع في الضرب الساحق بالنسبة للعيبة الأهلي، وابتدوا يتداركوا الديفنس يروحوا يقفوا صح، والاستقبال من تقى مدحت، وأمل من مركز 2 حطت كورة في مركز 1، وأول تغيير بتطلع أمل صلاح الدين وبتنزل مكانها سارة وائل، و أعتقد هيطلع زينب
المدير الفني اهي سارة وائل، وهيطلع زينب اهي، ونزل مكانها ايضا لاعبه من مركز اتنين. ارسال قوي واستقبال من دعاء، وكره بتترفع، وتاتيانا بتشوط كره قويه في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. تقى شايفين طالعه بحوائط صد ومعاها روان خالد، ولكن مصممه تضرب في ايديها وخارج الملعب. تتيانا وارسال خارج الملعب. وفي تشجيع كده من ساره، وطبعا لجين ياسر نزلت لعيبه تحت 17 سنه بيستغلها في حائط الصد. كرة قوية سريعة، ولا أقوى ولا أروع من ميار خليفة. أهي كرة ماشية زي ما قال، ومحطوطة في الزاوية بشكل قوي جدا. 14-14 وتعادل 14-14 ميار خليفة، وإرسال قوي واستقبال وكرة، وبتتحط لوجين وفي ايد الديفنس وما بتكملش. اهو بتحط كرة قوية في ستة طلعت، ولكن يعني محتاجة المتابعة. 15-15 واستقبال وكرة، وسارة امين بترد بكرة ولا اجمل ولا اروع من جنب ايد حوائط الصد، ما تقدرش تعمل لها حاجة. روان خالد في ديفنس قوي، اهو جت في ايديها شايفين. 16 الاهلي 15 الشمس، وكرة قوية ونور وديفنس، وشايفين ابتدت تتيانا تروح ناحية واحد وتأخر علشان الكرة دي اتضرب منها مرة في المكان ده، بتيجي في ايديها وخارج الملعب. لسه الديفنس بيتأقلم وبيتطبع على المباراة واللعيبة. التغيير بيجريه مرة أخرى المدير الفني لنادي الشمس الكابتن إيهاب علي، وبيطلع اللعيبة لوجين ياسر، وبتنزل مكانها زينب، وزينب على الإرسال، واللج قوية جدا من آية خالد المتألقة من مركز اتنين. كرة سريعة بتحطها في زاوية حادة قاتلة اهي، وراكبة الكرة بشكل جيد. زينب واقفة غلط، ما تعرفش تعمل لها حاجة. 17 الاهلي 16 الشمس، وارسال قصير ولكن في الشبكة، واعتقد ان الارسال القصير ده تعليمات علشان اللاعب الامامي ما يقدرش ياخد اريحية في الضرب. هيعمل مجهود في الاستقبال، وزي ما شفنا نور ايهاب وارسال خارج الملعب. عنوان الشوط الاول الارسالات الضائعة، وعلى الرغم من كده 17-17. 18 الاهلي 17 الشمس، آية خالد على الارسال. ارسال قوي واستقبال وكورة بتترفع في اربعة، وبتشوط كورة بعزم قوتها تقى مدحت في ايد حوائط الصد المكونة من ميار خليفة ودعاء، وبتيجي خارج الملعب. بتعدل بيها النتيجة تاني للتعادل، وإرسال واستقبال وكرة سريعة قوية بتتشاط وترد عليها تتيانا للاعبة روان خالد في ايديها وخارج الملعب في حائط صد قوي، ولكن هي بتسأل تبدل مع سارة ولا تثبت زي ما هي.
اهي قدامنا، وكوره واستقبال ضائع في نقطه حساسه جدا في ارسال اتلعب ما بين اتنين لعيبه. دعاء حطت ارسال في منطقه بعيدا عن المراكز ما بين خمسه وسته، مفيش اتفاق على الاستقبال مين اللي هياخد ما بين تقى ونور. 20 الاهلي 18، والمره دي استقبال صوابع وكره الامل، وكره بتتحط قويه مهمه يعني تعتبر كده جايه فيها شبه اوت اوف سيستم، بتحطها خارج الملعب وتايم اوت بيجري. المدير الفني لنادي الشمس اهاب علي كان منتظر طبعا اللعيبه تقدر تلم الشوط وتلم كده، ولكن ضغط النادي الاهلي في وقت بيبقى مهم جدا في اواخر الاشواط، وشايف التوجيهات والتعليمات من المدير الفني الكابتن ايهاب علي ومحمد عبد المنعم الجمل ووهبه محمد علي واقفين بيتكلموا مع اللعيبه، و طبعا عارفين ان الضربة هيبقى من مركز اتنين عشان بنسبة كبيرة تتيانا بتبقى واقفة في مركز اتنين، فلاعب اربعة بيبقى طويل، وكرة مستنية تقع مدحت، ولكن الكرة المرة دي خارج الملعب. امل صلاح الدين على الارسال، 19 الشمس 21 الاهلي، ارسال واستقبال وكوره، وتاتيانا بتشوط كوره قويه من فوق حوائط الصد بقوه ما بين مركز واحد واتنين في مكان يعني الديفنس واقف بعيد عنه، وزي ما قلت لكم لو ضربت في الزاويه روان خالد بتروح متاخره شويه، وتاتيانا بتاخد الكوره من ارتفاع رائع. تتيانا على الارسال واستقبال وكوره، وما زلت بتكلم عن ضياع مهاره الارسال المهمه جدا جدا في لعبه الكره الطائره، المهاره الاساسيه الارسال والاستقبال. تقى واستقبال المره دي اكتر من رائع، وكوره قويه بتشوطها وتستقبلها دعاء الغباشي من مركز اربعه، بتحطها في الخط بقوه اهي بتتحط كده، وزي ما اتكلمت معاكو سريعه بعيده عن ايد حوائط الصد. تايم اوت، مازال التايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي الشمس علشان النتيجه مهمة جدا، 23-20. والناحية التانية التوجيهات طبعا واضحة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة تحديدا للاعيبة منتصف الملعب، والإرسال وقدامنا البدلة وميار خليفة وإرسالها القوي، وكرة بسنت بتستقبل، وكرة تانية من اتنين، وحائط صد قوي جدا من دعاء بتشوط كرة روان خالد من مركز اتنين، هي سنتر بلوك نادي الشمس اهي ما دخلتش، بيطلع لها دبل بلوك مقفل بشكل جيد جدا، ما يتعملش فيها اي حاجة يعني، بالعكس فيها تركيز شديد. وتغيير طبعا، بتطلع آية وبتنزل ندى حمدي عشان حائط الصد طويل، وكورة واستقبال وكورة تانية، وكورة ولا أقوى ولا أجمل، وتفنس رائع من دعاء، وكورة تانية بتتضرب، وزينب بترفع كورة من ستة لتقى، والديفنس من ميار ممتاز، وتاتيانا بتسقط كورة في نص الملعب بتبص لها
نور إيهاب وزينب في كرة رائعة بتتحط من تيتيانا بتنهي بيها الشوط الأول 25-20. أهي طبعا قدامنا شفنا بعد ما كان نادي الشمس متقدم بنقطتين، ولكن تظبيط الديفنس واضح جدا في النادي الاهلي، وايضا مهارة الديفنس مفيش فيها. قدامنا طبعا توجيهات الكابتن محمود الوزيري والمدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين، وبيشوفوا طبعا النسب بتاعه واتجاهات الضرب اللعيبه والروتيشن بتاع اللعيبه، بيحاولوا ان هم يظبطوا ادق التفاصيل. التفاصيل دي هي اللي بتكسب، عشان الكاس قدامنا كاس بطوله كاس مصر مهم جدا جدا لا بديل عنه، ولازم يبقى فيه تركيز وسماع لتعليمات وتوجيهات المديرين الفنيين الموجودين، سواء من الكابتن ابراهيم بالنسبه للعيبه او الكابتن ايهاب بالنسبه للعيبه الشمس، من هنا ومن هنا. وشايف الناحيه الثانيه تعليمات وتوجيهات، الناحيه الثانيه في كل واحد كاتب ملحوظات وبيديها للكابتن ايهاب. وبدايه الشوط الثاني قدامنا نازل اهو، شايفين كله. والناحيه الثانيه برضو في منه الله محمود حسني محلل تقني برضو بتدي توجيهات للكابتن ايهاب. بيتكلم، شايف المدير الفني لنادي الشمس واعضاء مجلس اداره الاتحاد والنادي الاهلي والمهندس خالد مرتجي موجودين، كله بيآزر فريق النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، والاتحاد واعضاء الاتحاد برضو متواجدين، والسيد مدير النشاط الرياضي النادي الاهلي الكابتن خالد العوضي والكابتن ياسر قمر المهندس ياسر قمر طبعا، والكل متواجد بشكل اكتر من رائع، سواء من الاتحاد المصري للكره الطائره او من النادي الاهلي، بيأزروا بقوه فريق النادي الاهلي في بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي. سال قوي، استقبال وكرة بتترفع ونور وتفنس ولا أجمل، شايفين. ولكن في كده لمس شبك، ولكن شوفوا ندى وليد جابت كرة منين، بصوا عليها من مكان من ورا تيتيانا في حتة قاتلة، طلعتها تفنس ولا أروع. زينب على الإرسال وسارة الأمين، وكرة بتتحط بليز من دعاء بشكل جميل جدا، قرت ان اللاعبه يعني في تقدم في الديفنس، حطت الكره خلف حوائط الصد. ايه خالد على الارسال، ميار وتيتيانا ودعاء على الشبكه مقفل هنا ما شاء الله، ارسال قوي وكره بتترفع وشوطه ولا اجمل ولا اروع من اللاعبه امل في حوائط الصد وخارج الملعب. اهي كره وارسال مع نور ايهاب،
ارسال نور ايهاب مميز، ارسال واستقبال اجمل واقوى، وكره بتتحط وبترجع تاني، وتقى بترجع كره سهله، وميار داخله سريع، ولكن الكره بتتشد لتيتيانا وتفنس ولا اجمل، ودعاء بتشوت كوره وبترجع تاني، وامل بتحط كوره قويه من جنب ايد حوائط الصد، ونقطه اهي هي بتحط كوره ما بين ايدين حوائط الصد بشكل جيد. نور ايهاب على الارسال، ارسال قوي واستقبال، شايفين ندى وليد جايبه الكره منين، صعبه جدا، وديفنس ولا اجمل، وتقع بتشوط، وديفنس اللي اجمل منه لندى وليد، ويعني كره، ولكن يعني بصوا تحركات والرياكت بتاع ندى وليد، التوقع اكتر من رائع، بتروح بتحط ايديها، فبصوا يعني فعلا مميزة ما شاء الله عليها، ما شاء الله ديفنس النادي الاهلي بيتحرك بشكل اكتر من رائع. وما زالت على الارسال قدامنا ندى اهي، وما زالت على الارسال نور ايهاب، ارسال واستقبال، وكره بترجع، وتيتيانا بتحط كره قويه خارج الملعب، خارج الملعب، 5-1. لسه في احسن من كده، ونور وارسال ضائع، اتنين الاهلي 5-5. دعاء محمد، وزي ما عودتنا في الشوط الاول بارسالات في مناطق بتضع ارسال على ايد باسانتو، اول كره سريعه بتتبلس وبترجع تاني، وتاتيانا بتحط كره سهله، باسانتو بيجيب الكره، وامل بتشوت كره، وتاني كره بتحطها في الخط، ولكن ساره الامين مركزه جدا معاها، اول ما بتروح ناحيه الخط بتاخر وتاخد الكره بشكل رائع اهو. 3 الاهلي 5 الشمس، وما زالت دعاء، وارسال قوي، يعني برافو يا دعاء، بتعمل فارق في وقت مهم جدا بارسالاتها، وبرضو بتبقى مصممه تلعب ارسال ما بين 5 و6 اهو. تاني، وشايفين الكره فين، وبترجع، ونور وديفنس من دعاء الغباشي وساره الامين، وشايفين الديفنس ولا اجمل، وبتتقلب كوره كده اي كلام، بترجع بسهوله لنادي الشمس، وتقع بتبلس كوره، ولكن حوائط الصد اكتر من قويه، تيتيانا واللاعبه ميار، وكوره تانيه، وبتشوط كوره قويه عايزه تبعد من ايدين حوائط الصد خارج الملعب. رويدة محمد على الإرسال، شايفين طالعة اهي بتجمع عشان تجيب نقطة عالية، والكرة خارج الملعب، واضح تيتيانا وتقى، وكرة تانية بتتشط بقوة من جنب ايد حوائط الصد، برست ايد ولا أجمل ورا أروع من سارة الأمين أهو أهو، بتتحط كورة سريعة قوية.
في الخط تتيانا على الارسال وكرة خارج الملعب. النهاردة طبعا تتيانا بوكان ضيعت اكتر من كرة ولكن لها دور فعال في مجال حوائط الصد تحديدا، بتبقى موجودة قدام تقى مدحت وقفل مهارة الهجوم. استقبال من ندى وكرة سريعة قوية بتشوطها ميار في ايد اللاعبة روان خالد وبتنزل في الملعب بشكل جيد. 6 الاهلي 7 الشمس. وميار على الخليفة، ميار خليفة على الارسال وارسال برضو خارج الملعب للشوط الثاني على التوالي. ما شفناش كمية الارسالات الضايعة دي في مباريات النادي الاهلي سواء في الدوري، كانت اكتر من رائعة وفي تركيز والارسالات كانت قليلة. وكرة واستقبال وسريعة قوية جدا من المتألقة آية خالد بكرة قوية ما تقدرش تعمل لها حاجة روان خالد ولا بسنت محمد ولا اهو بعيد عن ايد حوائط الصد، وبسنت ما تقدرش تطلع الكرة السريعة دي. وتاني سارة الامين وبسنت بتستقبل وكرة من 6 لتقى مدحت وتفنس من تتيانا ودعاء الغباشي المتألقة بتحط كرة من فوق من جنب ايد حوائط الصد في مركز ما بين 1 و6. الديفنس لغاية دلوقتي يعني مش عارف يقف فين لما بتروح سواء نور إيهاب أو تقى مدحت ناحية مركز 1 دعاء بتحط الكرة في مركز 6، ولما بتقف في مركز 6 بتشوطها ما بين 1 و6. يعني في تنوع في أداء حوائط الصد والضرب الساحق والديفنس بصراحة داخل صفوف النادي الأهلي. سارة الأمين واستقبال وكرة بتترفع وبترجع ثاني وكرة من 6 تقى صاحبة الحلول. وشايفين الديفنس، برافو يا ندى. وتتيانا المرة دي بتحط كرة برست إيديها وبترجع تاني من 1 وكرة قوية وديفنس ولا أجمل من سارة. وتتيانا بتحط كرة بقوة ولكن في حوائط صد وفي متابعة ونور إيهاب وأيضا حوائط الصد من آية ودعاء. وتاني كرة بتلف بيها اللاعبة نور إيهاب عايزة تحطها في الخط ولكن الخط والزاوية مقفولين بقوة من دعاء محمد واللاعبة آية خالد بشكل ولا أروع. ملعب النادي الأهلي أكثر تنظيما في مهارة الديفنس. وكرة تانية بترفعها زينب محمد للاعيبة تقى بعدتها شوية عن ايدين حوائط الصد. شايفين الكرة ما بين 5 و6 داخلة اهي بعيد عن ايدين حوائط الصد تحطها المفروض في الخط، عايزة رجعت تاني في الزاوية طلعت اوت سايد. وسارة الامين على الارسال وعشرة الاهلي 8 الشمس. وارسال واستقبال من نور وكرة جاية اوت اوف سيستم متشاطة ولكن ديفنس ولا اجمل. والمرة دي دعاء بتشوت كرة قوية وديفنس تاني من اللاعبة منار سيد وبتتحط كرة كده اهي بدل كرة. وشايفين سهلة بتنزل ديفنس تايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي الشمس الكابتن ايهاب علي. 11 الاهلي 8 الشمس بعد ما غير اللاعبه بسنت محمد ونزل مكانها منار سيد. ليبرو اخر ابتدى يتكلم، حد هيستقبل واحد هياخد ديفنس اكيد بيريحها علشان تنزل تاني في أداء تاني بشكل جيد. صح
سارة الأمين على الإرسال، وإرسال واستقبال من نور، وكرة بتترفع ونور بتشوط كرة قوية، وندى وليد وديفنس ولا أقوى، وكرة قوية جدا من دعاء الغباشي بتحطها في الخط من جنب إيد زينب محمد بقوة، أهي مرفوعة بتحطها من جنب إيديها، ما تقدرش تعمل لها حاجة أمل. سارة الأمين وإرسال قوي واستقبال وكرة سهلة وبترجع، ودعاء بتشوط وأمل بتجيب ديفنس، وكرة تانية من ستة، ولكن حوائط الصد المكونة من آية خالد يعني طالعة في طايم أكتر من رائع. بصوا أهي مش هتعدي أهي، وبتساعدها طبعا دعاء، ما شاء الله في حائط صد قوي والتايم بتاعه في توقيت اكتر من رائع. سارة الامين 13-8 واستقبال من نور، وكرة بتتحط من مركز 2، والواضح ان هو خلاها تستقبل في مركز 2 وتضرب نور، بيقلب الملعب طبعا علشان يبقى فيه ضرب من مركز 2 الناحية التانية، سواء تيتيانا أو اللاعبة دعاء، حائط الصد بتاعها عالي، فقلب يمكن تقدر تعدي من الزاوية، وده اللي حصل. روان خالد وإرسال واستقبال من ندى، وكورة ودعاء بتسقط، شايفين الديفنس. هنفضل نقول تاني شوط وبنتكلم في الديفنس اهو، كرة بتتحط خلف حوائط الصد، مفيش تعليمات عليها، ودعاء الغباشي ارسال قصير، ونور ايهاب بتستقبل، وكرة بتتحط من ستة، ولكن ديفنس جيد، ودعاء الغباشي واللاعبه منار بتاخد ديفنس وبترجع الكره سهله، واللج ايه اللي معتاد اللي محدش رجع، ولا زينب ولا امل قفلوا قوس الديفنس بتاع مركز 2 و1. اهو شايفين زينب فين، وامل المفروض تمسك الملعب كله في الديفنس، واضح 15 الاهلي 9 الشمس. ارسال استقبال وكوره، ونور بتشوط كوره قويه ودفنس ولا اجمل، وبترجع تاني تتيانا بقى المتالقه بتشوط من فوق ايدين زينب واللاعبه اهي، شايفين من فوق، بصوا اهو من فوق روان ومحمد وزينب في كوره صعبه جدا، 16 الاهلي 9 الشمس. دعاء الغباشي ارسال سائط اهو، طبعا بتعطل فيها الهجوم بشكل رائع. ترجع طبعا قدمت، اتلعب عليها ارسال طويل صعب ان هي تجيبه، الوقفه بتاعت نادي الشمس بيتلعب على قدامنا اهو، على لاعب 4 سواء ارسال قصير او ارسال طويل، وتايم اوت بيجريه المدير الفني الكابتن ايهاب علي، وكره طويله جدا وكره قصيره، والمفروض يبقى فيه تخصص في
الكابتن إيهاب بيوجه فرقته مع الوقت المستقطع اللي طلبه على قد ايه لازم يبقى فيه تحديد لمهارة الاستقبال، مين اللي هيستقبل الكرة القصيرة ومين اللي هيستقبل الكرة الطويلة. ما زالت دعاء الغباشي وهتلعب على نور إيهاب ارسال واضح اهو، مفيش قدامها غير ستة علشان نور إيهاب المفروض تبقى موجودة في مركز أربعة وتستقبل وتضرب من عدلتها. هي راحت في مركز اتنين واتسحب على نادي الشمس في البوزيشن ده أكتر من نقطة أهو بإرسالات دعاء الغباشي. 18 الأهلي 9 الشمس. وما زال ارسال قصير لما راحت الناحيه الثانيه وكوره جابتها، يعني المعده اهو المفروض الوقفه هترجع تاني. واضحه الشبكه 20 الاهلي 9 الشمس. وتاني لو الارسال عدى هتبقى برضو في كلام بالنسبه للاعبه رويده محمد، مش مستقبله دي معده. بتنزل ساره وائل ارسال واستقبال وكوره ساره امين بتجيبها من قدام دعاء الغباشي. و شايفين الروح اللي تتيانا بوكان عاملاها مع الفرقه، بتحاول تلم بشكل جيد جدا فرقتها في كوره عدت وسهله. ساره وائل على الارسال، ارسالها مميز، ارسال وطلع المره دي خارج الملعب. 21 الاهلي 11 الشمس. في توجيهات وتعليمات من المدير الفني للنادي الاهلي كابتن ابراهيم فخر الدين لآية خالد، تلعب الارسال من اي مكان في اي حته وارسال قوي زي ما شفنا، وبترجع وميار خليفه بتحط الكوره كونتر اتاك سهله. شايفين الارسال سرعه وقوه، مفيش مساحه ما بين ايديها والكوره، كوره راحه بسرعه جدا اهو. وتاني وكوره وبتتحط كوره، ولكن نور ايهاب في التلات اربع كور اللي فاتوا دولت مش ماشيه معاها، وتتيانا مستنياها في حائط صد قوي. وما زالت آية خالد على الإرسال وإرسال والليبرو، الكرة بتيجي ونور بتحط كرة وبترجع تاني سهلة، وأعتقد إنها تشد كرة لتقى وكرة قوية وتفنس، ولا أجمل فعلا من تقى. والمرة دي طبعا تتيانا وحائط صد المرة دي قوي جدا وبلوك ولا أقوى. وشايفين الكرة اللي فاتت بتجاب ديفنس رائع رائع من المتألقة سارة الأمين في كورة ولا أقوى ولا أروع، وبتعدها تتيانا بقى بقوة، حطت فيها قوة شديدة جدا. 24 الأهلي 11 الشمس. وما زالت آية خالد وإرسال خارج الملعب. مستوى أداء جيد جدا وفي تعليمات في الإرسال كله تكتيكي وقوة مع بعض أهو. إرسال واستقبال وكرة قوية
بتتلانى المره دي والديفنس من ميار محمد وبترجع وتقع بتحط كوره من جنب ايد حوائط الصد كده في مركز سته وندى وليد راحت لها بس ما لحقتهاش بتعدل بيها النتيجه 13-24 قدامنا اهو من فوق بريست ايديها شايفين الكره طالعه ازاي ونور واستقبال وتيتيانا وبتحط كره قويه وتقع بتطلع ديفنس وبتشوط نور ونادى وليد وحائط صد قوي من المتالقه دعاء محمد لكوره لمياء حسام بتحطها وبتطلع بتاخد بلوك وحائط صد 25-13 لصالح النادي الاهلي في شوط تاني قوي ورائع عنوانه ارسالات النادي الاهلي المؤثره في الاوقات المهمه من عمر اللقاء ارسال هو اللي فتح مجال للهجوم هو اللي فتح مجال للفوز والمكسب في صفوف النادي الاهلي في شوط تاني كان قوي وكان فارق نادي الشمس ولكن اللاعبه دعاء الغباشي اللاعبه ايه خالد اللاعبه دعاء محمد بارسالاتهم استطاعوا ان هم يعملوا الفارق ويبقى في شوط تاني 25-13 وما زلنا مع الاحصائيات والمعلومات النادي الاهلي وعلى الجانب الاخر هناك توجيهات من المدير الفني ايهاب علي ومحمد الجمل ووهبه محمد ومنه الله محمود محلل التقني لفريق نادي الشمس لاهم نقاط القوه والضعف وعلى الجانب الاخر الكابتن محمود الوزير بيكلم نجمات الاهلي وبيتكلم في حوائط الصد ونسب اللاعبات في حوائط الصد وقدامنا جهاز النادي الاهلي كابتن محمود الوزير كابتن محمد حسن اللي هو ايهاب حسن نادي نشأت الدكتوره هدير وحيد الدكتوره ياسمين وطبعا في اسماء محمد مدلج الفريق وندى راشد اخصائيه نفسيه ومحمد شريف اخصائي تغذيه متواجدين سواء في على دكه البدلاء او خلف دكه البدلاء بدايه شوط ثالث اعتقد مهم جدا تم فيه الدفع وتغيير لميار خليفه ونزلت مكانها اللاعبه المتالقه مالي غزال لاعبه مركز ثلاثه لاعبه على مستوى ممتاز صغيره السن وهي مستقبل النادي الاهلي وشفناها طبعا في بطولات عديده بتأدي مستوى رائع واعتقد ان على الجانب الاخر هيجري المدير الفني نادي الشمس بعض التعديلات في صفوف الفريق نزل اللاعبه لوجين ياسر قدامنا وطلع اللاعبه رويده محمد. لوجين اعتقد ان هي لاعبه اطول شويه هي لاعبه تحت 17 سنه بتلعب في نادي الشمس وعلى الارسال وارسال قوي خارج الملعب بدايه لقاء ونور ايهاب وبتحط ارسال قوي خارج الملعب وبادي الكابتن ايهاب المعده في مركز ثلاثه
وايضا معده النادي الاهلي في مركز سته، وايه خالد وارسال وتقى مدحت وحائط صد من دعاء ومي غزال، مش هينفع حد يعدي الكوره، مقفول بشكل جيد جدا. اهو طلع ركبه الكوره تقى بقوه ولكن حوائط الصد قافله الملعب. ايه خالد واستقبال وكوره جايه كده سهله وما بتعديش من خطأ منار سيد ليبرو فريق الشمس بعد ما دفع بيها الكابتن إيهاب مكان بسنت محمد. وشايفين تغيير مكان الإرسال بالنسبة لآية خالد، خلاص دي تعليمات وإرسال قوي بتلعب على الليبرو ولكن بتيجي الكرة خارج الملعب بتعدل بيها النتيجة. وما زالت اللاعبة رقم 8 لوجين ياسر، الكرة قوية من جيتيانا في حوائط الصد المكونة من روان خالد وخارج الملعب. قوية جدا، شايفين تقى جاية في مركز اتنين عشان تاخد حائط صد، وما زال الدعاء وارسال واستقبال وتقى وكورة ودفنس والاجمل من سارة الامين وبتحط دعاء الغباشي كورة جميلة وبترجع تاني ورفعة مش معروف المشكلة فين، بلا هوية ما تقدرش تعمل لها حاجة. تقى مدحت وخمسة النادي الأهلي. إرسال واستقبال من نور إيهاب وكورة من تقى وكورة قوية وحوائط صد وشايفين الديفنس بيرجع تاني وصاحبة الريست الذهبي اللاعبة سارة الأمين بتحط كورة بريست إيديها من مركز أربعة من جنب إيد حوائط الصد ونقطة بشكل رائع. أهو شوط تالت طبعا هيبقى فارق في التركيز وتايم أوت بيجريه المدير الفني لنادي الشمس الكابتن إيهاب علي علشان يهدي لعبته ويبتدي يشوف الامور هتمشي ازاي داخل الملعب، ولكن الفارق واضح جدا في مهاره الارسال. النادي الاهلي ضغط بارسالاته في الشوط الثاني وما زال في ضغطه على نادي الشمس، وخلاص اللعب بقى محفوظ ما بين اللاعبه تقع. حتى امل كانت بتضرب في الشوط الاول والثاني، لغاية دلوقتي ما شفناش ولا كرة اتضربت منها. وستة واحد وتاني ارسال واستقبال وكرة من تقى وبتتحط بليس ولكن حوائط الصد صاحية وسارة الامين وتفنس وبترجع تاني وتقى بتحط كرة قوية خارج الملعب. شايفين العلاقة ما بين ندى وليد وسارة الامين في الديفنس، شايفين واقفين عاملين شكل جمالي اهو، وشايفين الكره اوت سايد وسايبينها. سبعه الاهلي واحد الشمس. وارسال تاني من دعاء واستقبال وهو ده اللي موقع نادي الشمس من الشوط الثاني بعد ما كان في فارق، هو ده اللي عمل الدروب الاستقبال و تاني دعاء وارسال واستقبال من نور وكرة بتتقلب واول كرة من امل بتحطها كده وبتيجي بنقطة بتلمس الشبكة وبعيد بعيد عن ايدين حوائط الصد وبتنزل الكرة اتنين الشمس. اهو شايفين
لسه بقول امل من نص الشوط الثاني وهي ما شاطتش ولا كوره. وزينب على الارسال، معده فريق نادي الشمس واستقبال وكوره قويه وبتعدي وتقع. مدحت بتشوطها بقوه ولكن دعاء حطت ايديها بشكل جيد. اللاعبه ساره الامين خدتها منها. تيتيانا بوكان على الارسال وكوره وبترجع، وامل بتشوط كوره قويه ولكن خارج الملعب. خبره نجمات الاهلي بتظهر في وقت مهم جدا. 9 الاهلي 2 الشمس. وشايف اللاعبه رويده محمد بتنزل وبتطلع مكان امل صلاح الدين. وما زالت تيتيانا على الارسال وارسال واستقبال، ولكن كوره بترفعها اللاعبه الرويدة، بتتحسب عليها دبل. وكرة تانية واستقبال وسريع، وأول كرة تترفع سريع، بتتشاط بشكل جيد جدا من أهي قدام اللاعبة روان خالد بشكل ممتاز. ارسال واستقبال المرة دي كده، وكرة جاية مظبوطة وديفنس بتترفع من 6 وبتتحط وديفنس ولا أجمل. الناحية التانية ودعاء الغباشي، ولكن حائط الصد المكون من رويدة محمد واللاعبة روان خالد قافل الشبكة بشكل جيد. بتتاخد حائط صد طبعا، طلع أمل ونزل رويدة محمد المدير الفني لنادي الشمس الكابتن إيهاب، علشان يعني يبقى في حائط صد. وكرة بقى مي غزال بتقول لهم انا هنا اهو، بتحط كرة سريعة قوية، شايفين دخلتها قوية ازاي، وبتشوط وراكبة الكرة من نقطة عالية وحطها في ورا، ما يطلعش ليها دفنس صعبة. مي غزال ما يطلعش ليها دفنس اهي. وكرة تانية واستقبال ونور ودفنس من تاتيانا، وكرة تانية وبتتحط، ولكن اتشدت كده من دعاء محمد عتاب في وقت مهم اهو. كانت محتاجة توصل نص خطوة تبقى عند الكورة. تغيير طبعا بينزل هاي وائل. ارسالها مميز وارسال ولكن خارج الملعب. طبعا لعبة ارسال بقوة ولكن طلع منها خارج الملعب. بيجري نفس التغيير. فريق الشمس بطلوع هاي وائل وقدامنا ارسال واستقبال، وكوره بتترفع وبتتشاط وتفنس ولا اجمل. ودعاء بترفع كوره من 6، كانت بتعدي الكوره، وزينب بترفع وكوره قويه بتحطها اللاعبه نور ايهاب في حوائط الصد وخارج الملعب اهي. سيد سارة وخارج الملعب. ارسال واستقبال من ندى، وكرة في 4، ودعاء بتحط كرة قوية في ايد اللاعبة لوجين ياسر، لاعبة صغيرة السن تحت 17 سنة، بيدفع بيها نادي الشمس في مباراة نهائية
قوية أمام يعني بطل مصر النادي الأهلي، والاستقبال اللي احنا اتكلمنا عليه الضائع، بتحط كورة من دعاء، لعبت ارسالات في الشوط الثاني والشوط الثالث، مفيش تحديد لمهام الكورة دي مين اللي هيجيبها. وتاني كورة، تاني كورة، ده بسبب عدم توجيه مين اللي هيجيب الكرة القصيرة. بتطلع لوجين ياسر وبتنزل مكانها لمياء حسام كابتن فريق نادي الشمس. دعاء الغباشي ارسال تكتيكي طبعا مهم، راحت مزوده قوته وبترجع تاني وتفنس ولا اجمل. وشايفين تيتيانا بتحط كره قويه، وايضا ديفنس من دعاء، وصاحبه الحلول ايه بتحط كره قويه، والمره دي من سته ومن جنب يضحى وقت الصد في ديفنس ما طلعش، اول كره ما تطلعش غيرت الاتجاه بتاعها في يضحى وقت الصد اهو قدامنا، وراحت لي ندى في كرة مهمة، 7 الشمس 16 النادي الأهلي. وعلى الإرسال اللاعبة نور إيهاب، إرسال قوي واستقبال من سارة الأمين وكرة وصاحبة الحلول، ولكن المرة دي في تفنس من اللاعبة رويدة، وتفنس أيضا من هنا ومن هنا من دعاء الغباشي، وبتحط كرة ولكن زينب بتطلع الكرة بشكل جيد، وكرة بتتشاط بقوة. أنا شايف إنها في مكان صعب اتحطت في مركز واحد، أول مرة يعني تتجاب الكرة دي بالشكل الجيد ده. أهو وما زالت نور إيهاب على الإرسال، وكورة واستقبال وبترجع تاني، وتاتيانا بتشوت كورة بقوة وتفنس ولا أجمل، وتاني آية خالد المتألقة، والمرة دي بقى تقى مدحت زي ما شاطت الكورة اللي فاتت، حطت الكورة في الشبكة، بتعمل فارق 17 الأهلي 8 الشمس. وآية خالد على الإرسال، وإرسال قوي، وشايفين الاستقبال اللي أنا اتكلمت عليه المش منظم، وكورة بتتحط سهلة جدا، وما زالت آية خالد وسارة الأمين هما مفاتيح لعب والفارق داخل صفوف النادي الأهلي. مي غزال بتاخد حائط صد جيد بإرسال قوي من آية خالد، وسارة الأمين في الديفنس مميزة. وتايم أوت بيجري المدير الفني لنادي الشمس. وللعلم اللاعبة سارة الأمين واللاعبة آية خالد الاتنين كانوا لاعبين في صفوف نادي الشمس في جيل اكتر من رائع، ولكن بعد انتقالهم للنادي الاهلي ازدادوا طبعا خبرات سواء دولية او افريقية. وارسال قوي واستقبال وكرة وتقع بتشوت كرة قوية، وشايفين الديفنس بتاع آية، وبترجع تاني كرة وتتيانا بتعدي كرة سهلة، و مفيش حلول وديفنس من وكرة بتتشاط من اللعيبة رويدة، وديفنس ولا أجمل، وتاني تقع مدحت ولكن حطت كرة برست إيديها من مركز أربعة في مركز واحد بشكل أكتر من رائع أهي بعيدة عن إيد آية.
مي غزال اللي نزلت واتفرجنا على الاداء ولم يحسم كابتن الفرقه وارسال خارج الملعب. ارسال خارج الملعب 19 الاهلي 9 الشمس. عشان عايزه على ده عشان يخش في الاحتفال. لا خش معاه. وارسال المتميزه دعاء وكوره بترجع وبتيجي وبتترفع وبتتشاط من ساره الامين اللي قلت لكم عليها هي مفتاح الديفنس والضرب في النادي الاهلي بشكل رائع جدا من جنب ايد اللاعبه لمياء ونقطه مباشرة 20 الأهلي 9 الشمس. دعاء محمد إرسال قوي وكرة جاية سهلة وشايفين وسريعة سريعة قوية. مي غزال مي غزال لاعبة ضاربة وحائط صد وبلوكر جيد جدا داخل صفوف النادي الأهلي شفناها الشوط الثالث اهي عامله مستوى ممتاز. دعاء محمد واستقبال وكوره وساره امين منتظره الكوره ديت بحائط صد قوي مفتاح اداء النادي الاهلي الارسالات القويه هي اللي فتحت مجال يبقى الفارق كبير كده. تطلع زينب محمد وبتنزل ساره وائل مكانها. دعاء وارسال خارج الملعب. ساره وائل على الارسال. وما زالت التعليمات والتوجيهات داخل الملعب من كلا المديرين الفنيين ساره وائل وارسال ولكن خارج الملعب يعني نقطتين ويفصلنا عن كأس مصر والشوط الثالث. 23 الاهلي 10 نادي الشمس وتيتيانا بوكان وارسال قوي واستقبال وكوره بتترفع وبتتشط بقوه من تقع مدحت ولكن حائط الصد القوي المكون من اللاعبه مي غزال اللي انا قلت لكم اهو ودعاء الغباشي شايفين مي طايم مظبوط حتى ايديها في وقت ولا اجمل ولا اروع ومستنيه الكوره ورجعتها في الملعب 24 الاهلي 10 الشمس. واستقبال و بتتحط وحائط صد من ساره الامين لتنهي الشوط الثالث واللقاء 25 10 25 13 25 20 ليتوج النادي الاهلي بطلا لكأس مصر.